وزير الدين تي وقافت الصومال الشيخ عبد الرزاق الباني يا سر رسمي يدي بقول فريد بوليس لجسمي هي مساجد على حسان وإيم خلاقو مقع دري قرعسي حافظ بقول شري الدق مدى أقع مديري إيم قالت هرجيسة وحكى سوقي بقلي فريتان كا بوليس كمساجد كلجسمي هي جودي ديك عنده كهيزي جن عصته تدوينها كلا دوينه حافظ بقول شري قرب تشوك مرتك على علماء الدين يد دوينه كلا أو كسوقي بقلي ورين وحال كاسي فافهين جود كبيح الشيخ أحمد إيدوك oo ah maamulaha guud ee muassada Daarul Iimaan oo gacanta ku hayay dhismaha masaajidka xaafada Boqol Jire wuxuuna ka warramay marxaladii uu soo maray masaajidka iyo dadkii muslimiinta ee kaalinta ka qaatay dib u dhiska lagu sameeyay masaajidka Al Ihsaan ee imika loogu magac daray garacsi ee xaafada Boqol Jire waya masaajidkeenan Masjidul Ihsaan oo hadda ku caan baxay waxa weeyaan garacsi oo magac abtiyay xafidahullah waraa wajal jannata maswa مساجد كالإحسان أما قرعسه ومساجد دي سوچرينة لكن مركي باهيدو كانت إن لبلاريو أي أنه بلار كاكو بلوني فالحمد لله إله عاوي نسو قرسيي الله أسان مهدي أمان أن لسوكو بكرين أن وحويا الأصبايا مهد نقع ربي سبحانه وتعالى كدي وحان أم مهد نقياه culimada nawaawayn ee sharafta badan ee goobta fadhida ee uu hoggaaminayo wasiirkeena khayr allah siiye iyo waalidkeena wasiirka diinta iyo awqaafta somaliland al-sheikh abdurrazzaq hussein ali culimada uu wasiirku hoggaaminayana waan soo dhaweynaya waanan ugu mahadnaqayaa inay madasha quruxda leh iyaguna ay qurux u kordhiyeen oo ay ina soo sharfeen waxa kale oo ummad naqaya gudidi masajidka ee qiimaha badnayd ee kasoo hawlgashay ee ka dadaashay wanaaga iyo quruxda muuqata waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran wa barakallahu feekum wa taani idinku yiri masajid annin waayeel lahayn agoon ba weeyi macnaha sida qofka waayeelkii ugu dhaxtaagay aan uga dhaqaaqay waayo dhalinyartu tii hawlo badan bay iska leeyihiin waxa laga yaabaa inay mashquulaan inay shaqooyin kale u baxaan لكن والد كي وعيل كسيدي جيت كده حبحي أيو تاجي. دكتورشينو أكمل ده جودي ده حافظة بقولش رأي مساجد كالإحسان أي مكان لقوا ما قدري قرعسي. أيا كورمي ده ده الكي أي سمية جودي هان يكالن تي كقاتين برشدة دجن حافظة بقولش رأي. إيه دتك كلام حسين انتهى. وحن لا هاي أم هذا نية. مالين تي كوبا ده مساجد نسوق. عاوز يرى بعضه. أيا تعلي. أنت يا رهوري تال حاجة دمنا عيد بدل بس كتالي وقرر الحمر كتيل بنت وقرر العقم ذي وأنا رأيت مصنعكم ما أنت أنتي كده بيسوي السوق عن وقت جوجل يحبان نشكري ما نبى طلاب السوق هذا ما أنت واحد لاهم هدي بس أجد عين كانوا كقرر هذا بدل إن همي كده الشيء رجع هالك هاي شوي وما أنت هالك السوق هذا أخضر وكسر عدي شركة دا لستي مساجد كأي سرمد أي كور رمي مددي أي كويشيين إن لا دسوا أمال دما يستروا مساجد كأي مددا ومشروع السعودي أو شيء كسيد وها فريق طبعا بلادا شغلة وحنا أيو سعودي سي ونعكسن أو أن كنتي وح عقبضة أما وح مشكلة دونا لحمر تجيرين رحية هالنقطة جديدة هالنقطة ريكورد أرتيتاغ أو أه ولدي كوسات سيغاها شغالا مساجد كوسي ونعكسن أو روح بدن أو شرف لي أيام تداي نوسو تنورا ماتي عبد الله حسن بربراوي أو كمد علماء وين الصوماليان أو كقيب غلي دبفوركا مساجد كرعسي حافظ بوغوتشي أي أدو أماني تكي محسنين تاي كقيب غاتي دبوسكا مساجد كاسي منفع أوين مالك الغوي الله إن كيدا خير الله قد اقتنع إلهي وافجيي إن المال كود إلهي درادة أو بحياة تدكاسي وحيسوق ليان حديث كالنبي يقول عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح وحوناقي صوبتي مال وناكسن وحلالة ونين صالح وليه دون إلهي وناكسن حق إلهي وكليان إلا بهين حق النفتي سواء كل هذا الدنيا آخرانا أنا لا بهين مالك سيلاهي دراده بحنية وكوة ويرى رسولك عليه الصلاة والسلام حب العباد إلى الله أنفعهم
للناس الدوام إلهي وحوج عليه كوج نفع قبلاً الدوام بإلهي وحوسيه وحال إلهي وسيه الدوام إلهي هدو كوان فعه أو وحوج تراه واحتر الدين هذا ما الدنيا حلالة إلهي بس سبحانه وتعالى كوش علانية الدوام كوي إلهي وحوج عليه أيها الدوام كاسي وكم النغنية وزير الدينتي وقافة سومالان عبد الرساق حسين الباني هنا آذو قم هاد نقي تدكيق عن تكوها هي مساجد كان ديبلوسك اللي وسلم هي حافظة بغوتشري إيه الشركة دي هي كلا وحنا سير رسمي أوفري مساجدك إيه قيب تسارة وح أغرسك مكتبضة مساجدك بغوتشري وحينو هل كان إلهي فضل إيسا سبحانه وتعالى أينو فرناي مساجد كان عصب لقد سي حافظ بقول ترى عاصمة هرقيسة مساج كسوله بحي مسجد الإحسان مقر عسى لبذا مقر واي والي هاي اللهم قعد درين مؤدين كي وتدري الركع دمي وحى عين كفر حسنا لما انتين مسجد كان وباهي وين حافظ وقبطه سيدي هالك لغا شاغينا طب بدن محسنين هي ايسكا كاشدين وهذا سفي عن دادكو ايو فهمين قابكا لو تعاونوا اما ليسو كاشدو حق خيرك لا الهي بين فري وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كان دادكو اي فهمين منكا إسكاشيكا لا إسكا كاشان يو خيركا سيدا صور نبا هورتين او يالو ومسجد كان اسمه إيسا سيدا كانو كحادريي شيخانو آن إنا يدد بضان وحكو درسادين مد لعق بحيا يا مد قلب بحيا يا مد قبل بحيا يا مد دول بحيا انتبا إسكاشيغا سؤو وحسن فارح قمان تلفزيون قرنك سومالي لان هرقيسة